التجوية الملحية. تعد التجوية الملحية شكل من أشكال التجوية الميكانيكية، حيث أن تأثير الملح على تفكك وتكسر الصخور أكثر من تأثيره في إذابة الصخور. تحدث التجوية الملحية بسبب تسرب المياه بين فواصل الصخور، ونتيجة عملية التسخين تتبخر هذه المياه المتسربة إلى فواصل وشقوق الصخور، تاركة وراءها ذرات الملح داخل الشقوق والفواصل الصخرية. وإذا ما تصادف سقوط المياه مرة أخرى أو نتيجة لعمليات التسخين المستمر للصخور، تتمدد البلورات الملحية المترسبة بين الشقوق والفواصل الصخرية ويزيد حجمها داخل هذه الفواصل، ونتيجة لهذا التمدد يحدث ضغوط شديدة داخل الصخر، مما يؤدي إلى تخلخل الصخر وتفككه وتكسر بعض أجزائه. تظهر التجوية الملحية في كثير من المناطق وبالأخص في المناطق الساحلية، كما تساعد ظروف التربة ومكوناتها والمياه الجوفية الموجودة في باطن الأرض على تجميع الأملاح في شكل بلورات ملحية داخل الصخور، وقد تساعد هذه الظروف على تمدد البلورات الملحية وزيادة حجمها، مما يؤدي إلى تفكك وتكسر الصخر بشكل ميكانيكي.